لمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من العاصمة المصرية مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى بعد التحية، ما هو جدول أعمال اليوم الثاني من المنتدى وأيضا ما هي الموضوعات المطروحة للنقاش فيه؟ يعني يومان من العمل داخل أروقة منتدى مصر للإعلام، هذا المنتدى الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة. هذا المنتدى والذي شهد العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش عمل صحفية من خلال مشاركة عديد من أساتذة الإعلام وكبار الصحفيين وعدد من الخبراء والمدربين الذين قاموا بعقد عديد من الجلسات لمناقشة أهم ما يواجه الإعلام والقضايا المرتبطة والمتعلقة بالإعلام كالجمهور، وهذا هو الشعار الرئيسي لهذا المنتدى والذي يتحدث عن الجمهور الجديد جائحة التغيير. كيف يمكن للإعلام أن يتواكب ويتوافق مع متطلبات الجمهور في ظل التغيرات التكنولوجية والعصرية الموجودة وأيضا الانتشار السريع لوسائل السوشيال ميديا التي أصبحت هي العامل الرئيسي في نقل العديد من الأخبار وأيضا التحدث باسم المنصات الإعلامية والصحفية في الآونة الأخيرة. بالنسبة لي أهم ما ناقشه هذا المنتدى على مدار يومين، المنتدى ناقش العديد من القضايا المتعلقة بكيفية التعامل مع الجمهور كقضايا الذكاء الاصطناعي في إحدى الجلسات الهامة التي تم مناقشتها اليوم، وهي قضية الذكاء الاصطناعي في ظل مواجهة متطلبات الجمهور وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون نقطة فاصلة وحاسمة لمواجهة وسائل الإعلام المشبوهة التي تنقل بعض الأحيان الصور والفيديوهات المغلوطة التي تحدث بلبلة في أمور من الأحيان أو في كثير من الأحيان. أيضا هناك العديد من الجلسات النقاشية حول القضايا الإعلامية المتعلقة بالاقتصاد والرياضة وكيفية مواكبة المتطلبات للجمهور خاصة فيما يتعلق بالرياضة والقضايا الاجتماعية أيضا، وهي من أهم القضايا المطروحة والتي تم مناقشتها اليوم، وهي أيضا من أهم المتطلبات الخاصة بالتغيرات التي حدثت وطرأت على الجمهور خاصة فيما يتعلق بالقضايا فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية والإعلامية. الآن منتدى مصر للإعلام يختتم فعاليته وذلك بتكريم عدد من أساتذة الإعلام وكبار أيضا الصحفيين المتواجدين داخل أروقة هذا المؤتمر، في ظل أيضا تكريم لعدد من طلبة كليات الإعلام الذين قدموا نماذج ابتكارية تتعلق بالإعلام وكيفية التعامل مع الجمهور. لذلك نستطيع أن نجمل الأيام الماضية أو اليومين السابقين لهذا المنتدى بأنهما شهد مشاركة واسعة من أساتذة وكبار الصحفيين. نعم. مصطفى يعني اليوم الثاني شهد حضور بارز من أساتذة الصحافة والإعلام والصحفيين أيضا والإعلاميين البارزين في المجال. كيف يعكس هذا الحضور الكبير أهمية الموضوعات المطروحة ومناقشة أيضا هذه الموضوعات؟ يعني كان هناك العديد من الموضوعات الهامة والتي ظلت لساعات طويلة خلال اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام هي مطروحة للنقاش كقضايا الذكاء الاصطناعي كما ذكرت، والذي شهد مشاركة واسعة من عدد كبير من أساتذة الإعلام وكبار الصحفيين. هذا أيضا بالإضافة إلى الأخبار في حد ذاتها، كانت هناك جلسة تعتبر هي الجلسة الرئيسية اليوم وهي الجلسة المحورية التي شارك فيها عدد كبير من أساتذة الإعلام وأيضا كبار الصحفيين والذين تحدثوا عن أهمية الأخبار ونقل الأخبار في ظل التطور التكنولوجي الموجود وأيضا التكنولوجيا المعاصرة وكيف يمكن حسم كل الأخبار التي تنقل عبر وسائل السوشيال ميديا وحسم هذه الأمور من عدم الصحة أو التأكد من صحة هذه الأخبار قبل نقلها. لذلك كانت هناك أحاديث انطلقت من كثير من أساتذة الإعلام الذين تحدثوا عن أهمية المصداقية قبل التسارع في نقل الخبر. نعم مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.